يعرف قطاع بناء وإصلاح سفن الصيد والترفيه قفزة نوعية من خلال ورشات مختصة في ذلك. ورشة بناء وإصلاح سفن الصيد للسيد حكيم سعيدي الواقعة ببلدية دلس الساحلية إحدى تلك الورشات التي تقوم بترميم وتزويد الأسطول البحري. هنا رأنا في ورشة بناء السفن لمدينة دلس، ومن صنع السفن المادة بوليستر، هي مادة تميز بالصلابة وتميز بنقص الصيانة. كما تشوفوا هنا العمال راهم يبداوا يصنعوا في السفينه، هذا العمليه الاولى لبناء السفن، يبدا التغليف ووضع الريزين، ومع هذا كاين تخصصات اخرى، يجي صناعه الخشب، يجي صناعه الكهرباء، تلحيم، ميكانيك، هذه تجي من بعد. هي النوع تاع كما يسموه تيميتي وسارديني، يعني هذا الزوج تاع السفن، تاع السفن 4.80 متر، 12 متر، 14، 15، حتى 18 متر. في وقت مضى كانت هذه الورشة رائدة في بناء سفن الصيد المصنوعة بالخشب، لكن في الآونة الأخيرة اتجهت إلى صنع السفن بالبوليستر. فما هي الأسباب؟ لنا قوارب صغيرة، يعني 5 متر من الخشب، وبعد هذا بدينا نكبروا في الخشب، وصلنا حتى 18 متر سفن 18 متر من الخشب. وبعد ما جت هذه المادة تاع البوليستر، ولاو الصيادين البريفير يختاروا المادة البوليستر، لأن فيها صيانة، نقص صيانة، وفيها يعني صلابة تاع السفينة، يعني ودخلنا في هذا المادة تاع البوليستر. البداية ديالنا احنا كنا نخدموا الحطب، لي باتون بوا، ومع الوقت راك تعرف بدات هذه لا ريزين والبوا بدا يحبس، ومن سعيدي عبد الحكيم طول المشروع ديالو ولا يخدموا بلاستيك منا، وانا نخدموا راك تشوف انا نخدموا بوليستر، وان شاء الله رانا معاهم ان شاء الله. نربحوا الوقت، المادة تاع الخشب غالية، لكن المادة تاع البوليستر